بيبقى عنا هيدي الاكسبيريمنت بدي منكم تشوفوها. هيدي الاكسبيريمنت الهدف انه نقارن بين الديكانتيشن والفلتريشن. رح نجيب نفس الميكستشر اللي هو solid and liquid heterogeneous mixture مثل الساند والووتر. هيتو ساند رمل ووتر solid وليكويد two phases heterogeneous mixture. اول طريقة ليعملون separation انه يعمل لهم decantation. هاي الطريقة الأولى اللي تعلمناها. حيعمل لهم decantation. He will pour the mixture after it rests. He will pour it into another beaker. The liquid will be in the new beaker and the solid will remain in the first, the old beaker. إذا بتلاحظوا هون يا تيتشر، هي هيدا الساند it's separated from the water. بس خلينا نلاحظ الووتر كيف هي. Is it clear or turbid؟ clear يعني صافية، turbid يعني معوكرة. إذا بتلاحظوا إنه الووتر اللي حصلنا عليها it's turbid، هيدا دليل على إنه بعد في بقلبها شوية ساند، منا totally separated from the sand. طيب شو بدنا نعمل هون؟ رح يعمل لها لهيدي الووتر، عم بيقول انه بما انه the water is turbid so it contains sand, it's not completely separated from sand. فشو رح يعمل؟ رح يرجع هيدول الووتر يحطهم بالفلتريشن تكنيك ويشوف شو رح يصير. هيا هيدا الفانل جهزه، هيدا الفانل وهيدا الستاند. شو بعد ناقصنا؟ ناقصنا بيكر تحت الفانل، ناقصنا الفلتر بيبر. نحط البيكر، بدنا نحط الفلتر بيبر، بننزل الفانل لحتى لتحت لعند البيكر لحتى ما ينزل شيء يتطش المي لبرا. هلا الفلتر بيبر رح يحطها بقلب الفانل، بيطويها بهذا الشكل. هاي الطريقة الصحيحة لنحط الفلتر بيبر بقلب الفانل. نفتحها، بنرجع بنحطها بالفانل ومنثبتها بشوية ووتر، بشوية ديستلد ووتر. قلنا شو رح يعمل؟ في عنده هيدول الووتر اللي حصلنا عليهم نتيجة الديكانتيشن اوف ساند اند ووتر، بده يرجع بما انه طلعوا تربت، بده يرجع يعملهم فلتريشن لنشوف اذا باقي اي سوليد لحتى نفصل اي حبة ساند عن الووتر. هيا رح يجيب الووتر اللي طلع التربت، رح يبلش يعمل الفلتريشن. بدنا نراقب النتيجة، ممكن النتيجة تضلها مثل ما هي، ممكن لا. لاحظ في فرق. اول شيء بدي منكم تلاحظوا قديش الديكانتيشن سريعه وقديش الفلتريشن سريعه. اي اسرع؟ اكيد الديكانتيشن رح تلاقوها اسرع من الفلتريشن. الفلتريشن takes time، بدنا ننزل الميكسشر شوي شوي ببطء لحتى الفلتر بيبر تقدر تلحق تصفيهم. رح ننطر شوي، بلش ينطر، بلشت الwater passes through the filter paper and he's observing some solid particles in the filter paper. بصير نحط الميكسر شوي شوي. هيدي التربد ووتر اللي حصلنا عليها بالأول لما عملنا decantation. خلينا نشوف الريزلت of filtration. بعد ما عمل الفلتريشن شو الريزلت اللي حصل عليها؟ هيدي الووتر اللي حصلنا عليها نتيجة filtration، رح يجيبها ويفرجينا عليها. Is it turbid or clear؟ لحتى نقارن بيناتهم أكتر، هيدي الووتر اللي حصلنا عليها بالdecantation وهيدي الووتر حصلنا عليها بالfiltration. Which one is more clear؟ هيدي more clear، هيدي more turbid. معناته قدرت الفلتريشن تفصل لي تعمل سيباريشن اكتر للساند عن الووتر. Yes it made more separation، لانه الووتر صارت صافية اكتر، معناته تخلصنا اكتر من الساند. معناته يا تيتشر مين هي التكنيك الافضل، المور افيشنت اللي بتعمل سيباريشن كومبليتلي، the decantation or the filtration؟
هيدي بدي منكم انتو تبعتولي الأجوبة على الواتساب على الخاص، تبعتولي which technique is more efficient. Efficient يعني أفضل، فعالة أكتر. It separates completely the decantation or filtration. وبدي منكم بعدين تنقلوا الأشياء اللي عبعتلكم إياهم على دفاتركم.